شكرا على الشرف استاذ محمود، ان هو افضل محتوى اجنبي يمكن تقديمه لجلب المشاهدات والارباح. هو على حسب اجتهادك انت، وعلى فكره المنافسه في المحتوى الاجنبي صعبه جدا، ما هي سهله زي ما الناس متخيله. في عندك النيتش بتاع السبورتس الرياضه، في عندك النيتش بتاع التوب ستوريز، في النيتش بتاع ايه تاني، يعني في عندك 5 6 نيتش كده، دولت اساسيين، ده النيتش العام اللي انت ممكن تشتغل عليه. عامة في المحتوى الأجنبي لو عايز تبدأ، ابدأ بالميني نيتش، بالميني نيتش اللي هو يعني ايه، نيتش مستهدف صغير. في يعني هتكلم مثلا عن المرأة والأسرة، ما تجمعش كله مع بعضه، مرأة وأسرة وأطفال ومكياج وميك أب وسفر ورحلات وديكورات، ولا يعني ركز في حاجة بس من دول. وبعد كده بتحاول تكبر الأودينس بتاعك أو مصادر الترافيك بتاعتك، وتستهدف نيتش أعلى من كده. في سؤال من احمد حامد، لو سمحت تخصص في موضوع هذا الفيديو كثير، موضوع مهم اللي هو موضوع اساليب التسويق. انا عارف ان موضوع التسويق مهم، ولكن للاسف ما بيجيبش ترافيك، مش كتير بيهتموا بيه، وكتير بيزعلوا من ان انا بخرج خارج نطاق امن المعلومات. وبالتالي احنا بننوع شويه، هنتكلم عن التسويق شويه، عن امن المعلومات. فادي حشمت، سؤال: كشخص مبتدئ وحابب التسويق الالكتروني، ابدا منين وايه الخطوات والمصادر اللي امشي عليها لاصل للاحتراف؟ عندك الارب افيليت سامت، هتلاقي تشانل على اليوتيوب، هتلاقي عليها مجموعة فيديوهات مفيدة جدا. وبعدين اتجه للمحتوى الأجنبي في الكتب، في مراجع كتيرة كان ذكرها سيمو لايف وغير سيمو لايف، يعني على حسب مجال التسويق اللي انت عايز تتخصص فيه. ممكن تتخصص تسويق في العمولة، ممكن السيو ده مجال التسويق، الاس ام ام، الاس ام او، الاس اي ام، دي كلها مجالات في مجالات التسويق. شوف المجال اللي انت حابب، الايميل ماركتينج، شوف المجال اللي انت حابب تتخصص في ايه، وابدأ سيرش على مراكز أجنبية.